أهلا بكم من جديد. عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته قادما من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.